زمان كنا كلنا بنقعد على طبلية واحدة، الفرخة كانت بتتقسم علينا كلنا حتى لو كنا عشرة. مفيش ولية بتخبز لوحدها، لا، كل نسوان البيت يخبزوا في يوم واحد، والعيال بتلعب وتجري حوالينا وبتاكل وهي مبسوطة. عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول زمان قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا البيت لبيت عمامها. لا، زمان قالوا لما الراجل يحب يتجوز ويختار عروسة يسأل على أمها الأول وعلى خلانها، بيعششوا ولا بيطفشوا؟ ولما الراجل يموت البنات بتبقى لبيت عمامها، وانت عارفة كده كويس. لما العمام يبقوا عمام مش خلان، احنا مش هنرجع تاني يا جليلة هناك، ودم عبد السلام اخويا مش هيبقى حاضر، والنار اللي في قلبي مش هتبرد. ايه قولك بقى؟ وايه قولك انتي؟ ان عبد الحكيم هو اللي بعتني. قلتيلي بقى ان عبد الحكيم هو اللي بعتك، وانتي ازاي تفكري ان انا ممكن ارجع لبيت عبد الحكيم تاني؟ ده مش بيت عبد الحكيم يا كريم، ده بيت عبد الله. لا، بيت عبد الله كان في مصر، اللي جابه بتعب وشقاه، واللي اتحجز عليه واتباع عشان نسدد الدين. على علم عبد الحكيم لو عبد الله ليه متر واحد في البيت الكبير، عبد الحكيم يطلع كده زنهار ويقول قدام الناس كلتها اخوي ليه عندي ورث ومال وارض وانا كلتها في كرشي، ويجي يقف هنا قدامي ويدفع دية عبد السلام اخويا وانا هقبلها، مع ان كنوز الدنيا ما تعوضنيش عن عبد السلام. انت كده بتعجدي الدنيا يا كريم، بتعجديها. انا برضو اللي بحقدها ولا هم؟ طب انا هقول لك على حاجه وانا راضيه بحكمك. رتال بنتي سمعت بودنها جبرية وهي بتعترف لدلال إن هي كانت السبب في موت عبد الله. لا لا يا كريم، لا، ما تخليش الهم والغم يعملوا فيك كده، عيب يا وليه، مش ممكن يكون الكلام ده حقيقي، عيب. أنا برضو اللي عيب؟ ما تروحي تقولي لهم هم إن هم اللي عيب. ما هو الكلام اللي بتقوليه ده ما يخشش العدل يا كريمة. أقسم بالله هذا حصل. خلاص نجيب دلال ونسألها. تفتكري دلال هتعترف على الجبرية؟ لا طبعا، مستحيل. يا كريمة يا كريمة، ما تخليش اللي حصل دوت يخلي عقلك يروح لبعيد، ده انتوا في النهاية قرايب وملكوش الا بعض. وإذا كان اللي حصل لعبد السلام ده حصل في لحظة غضب من عبد الحكيم، ولو كان في وعيه ما كانش عملها أبدا. بس هو عملها. بس ليها حل؟ ملهاش. لو انت عايزه يبقى لها حل هيبقى لها حل يا كريمه، واهمدي بقى واسمعي كلامك. الحل اللي عندي انا قلته. صعب صعب يا كريمه، صعب 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 انه يديني حقي ويراضيني، انما مش صعب عليا انا الم نفسي وبناتي وارجع لهم، مش كده؟ طب عشان خاطب البنات وهو عبد الحكيم كان عمل خاطر للحمه؟ أنا غلبت يا كريمة، مش عارفة أعمل إيه. ما تعمليش حاجة، أنت تطلعي كده تشطفي وشك بشوية مية باردة وتخشي السرير بتاعي، ولا سريري في حاجات بتقرص، تروحي تباتي عند عبد الحكيم. يخص عليك يخص عليك يا كريمة، ده أنت حبيبتي، ده انت حتة من قلبي وروحي، ده انا ما بخرجش من بيتي في وقت زي ده واجي البلد دي الا علشانك انت العزيزة الغالية. تقولي لي انا اروح لعبد الحكيم؟ يخص عليك يا كريم، يخص. كلامك عصبني وحرق دمي.